الجديد ديالي 4 ديال الاغاني وجدتهم جداد، راني حاير شنو غننزل، وكنظن يمكن من المحتمل ننزلهم 4 بيوم. كل واحد كيفاش الحاجه اللي كترتاحو، كل فنان وكيفاش كيشوف الامور. انا كنشوفها بهذه الطريقه هذه وصافي، الاهم انني ندير عمل مزيان ويوصل للناس. ما غنيتش للمنتخب غير لان الوقت ما كانش عندي، وان شاء الله كنقول غندير اغنيه للمنتخب، وكنتمنى يتاهل للدور الثاني ونديروا احسن اغنيه ان شاء الله. ايوا ما يمكنش كلشي، ما يمكنش يكون كلشي زوين، ما يمكنش كلشي يكون قبيح. بالحق زعما الحمد لله عندنا تبارك الله اليوم ولا عندنا الفن مزيان في المغرب، ولا عندنا فنانين كيديروا اغاني في المستوى. ايوا هانتوما غتشوفوا هذه المره هذه في هذا البرنامج هذه، يعني انا في اللجنه ديال التحكيم، يعني كنختار المواهب. يعني هذه شي حاجه مبدله على داكشي اللي كنت كندير قبل، ولكن عندها علاقه مع الموسيقى ومع الفن. التمثيل ما كنظنش نكون في التمثيل لانني ماشي ممثل.